السلام عليكم، اهلا بيكم النهارده في حلقه جديده في قناتكم اكل وشرب. في ناس كتير سالت بخصوص الاواني الجرانيت والسيراميك عن ماده البي اف او اي اللي احنا دايما بنحذر منها، ان احنا لازم لما نشتري الاواني اللي من النوع دوت تكون خاليه من ماده البي اف او اي او مدون عليها عباره بي اف او اي فري. هو يعني ايه بي اف او اي، وهل فعلا الماده دي بتسبب ضرر للصحه العامه ولا لا؟ ماده البي اف او اي هو حمض اسمه حمض البير فلورو اوكتانويك. الحمض دوت ممكن نطلق عليه سي 8، والماده دي او الحمض ده بيقعد فتره طويله جدا داخل جسم الانسان، والجسم ما بيعرفش يتصرف فيه بسهوله. واثبتت بعض الدراسات علاقه الماده ديت او الحمض ده بتزايد خطر الاصابه ببعض الاورام السرطانيه، اعزنا الله واياكم. وهنسيب لكم الروابط اللي بتثبت هذا الكلام في الوصف اسفل الفيديو، اللي يثبت ان ماده البي اف او اي هي ماده خطر على الصحه العامه. بس للامانه الماده ديت معظم الابحاث اللي اجريت على فئران التجارب، لان الابحاث اللي بالنوع دوت بتكون صعب شويه انها تتعمل على الانسان. فمعظم نتائج الدراسات اللي هتلاقوها في الوصف اسفل الفيديو هي في الغالب دراسات تمت على فئران التجارب مش على الانسان. عشان كده لازم ناخد بالنا واحنا بنشتري الاواني الجرانيت او السيراميك، خصوصا اواني الجرانيت لانها تعتبر موضه دلوقتي في اواني الطهي، ان احنا ناخد بالنا ايا كانت الماركه لازم ناخد بالنا ان هي خاليه من ماده البي اف او اي. ومش شرط ان العباره تكون مكتوبه بلوجو بشكل معين، اللوجوهات شكلها مختلف، ولكن لازم تكون مدون عليها على الكرتونه ان هي خاليه من ماده البي اف او اي. ولو مفيش مقدره عند اي حد بيجهز مطبخه او اي حد بيحاول يجدد اواني الطهي اللي عنده، لو ما عندوش مقدره ماديه انه يجيب نوعيات الاواني الجرانيت والسيراميك من نوعيه جيده، يفضل ان هو يشتري ستانلس ستيل، افضل كتير جدا من ما يشتري اواني جرانيت او سيراميك تكون الاواني دي غير مطابقه للمواصفات او بتحتوي على الماده اللي احنا قلنا عليها، لان الماده دي زي ما قلنا خطر على الصحه العامه. ده كده كان فيديو سريع عن معنى البي اف او اي وازاي نختار اواني الطهي الصحيه. يا رب اكون قدرت النهارده افيدكم بمعلومه. لو حسيت ان الفيديو ممكن يفيد حد غيرك يا ريت تشارك الفيديو، ما تنساش لايك الفيديو واشتراك القناه، والى اللقاء ان شاء الله في حلقات قادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.